موجة جديدة من عمليات القصف تجتاح الضواحي الشرقية للعاصمة السورية دمشق الخاضعة لسيطرة قوات معارضة. المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن من بين المناطق التي طالها القصف عربين ودوما وكفر بطنة وصقبة، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال. تعرض المستشفيات للدمار فاقم معاناة سكان الغوطة الشرقية لانعدام قدرة الكوادر الطبية على القيام بمهامها. إضافة إلى ذلك تجد سيارات الإسعاف صعوبة في التحرك تحت وابل القصف حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. قسم العيادات خرج، قسم الاستشفاء خرج، قسم العمليات، قسم الحواضر، قسم الأطفال، جميع أقسام المشفى خرجت على خدمة كليا. الدمار كان كامل كل المشفى، استهدفت المشفى تقريبا بأربع غارات جوية، تمام، واستهدفتها بقذائف مدفعية رافقت بعض الغارات الجوية. كان في إصابات من الكادر، كان في إصابات من المرضى، كان في إصابات من الأطفال الموجودين. القسم خرج كليا عن الإسعاف، المرضى اللي كانت موجودين ما قدرنا لا نطلعها ما قدرنا نعالجها. حتى في عمليات يعني في عملية منه اشتغلنا فيها تحت الردم، يعني ما عاد في إمكانية إنه نشتغلها أو نخرجها على مشفى تاني، خلاص تحت الردم اشتغلناها. الهدف من تكثيف قصف الغوطة الشرقية بالطائرات والمدافع والصواريخ والراجمات هو التمهيد لعملية عسكرية واسعة لاستعادة القوات النظامية السيطرة عليها، وفقا للمرصد الذي أكد استمرار ارتفاع عدد القتلى والجرحى علاوة على عشرات المفقودين تحت أنقاض الدمار الذي خلفته الانفجارات. كل هذه المآسي تقع رغم المطالبة الأخيرة للجنة الدولية للصليب الأحمر بالسماح لها بدخول الغوطة الشرقية للمساعدة في علاج مئات الجرحى، لا سيما وأن الكثيرين يلقون حتفهم فقط بسبب عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.